واحدين. طيب شاطرين، صباح الخير. أكيد كلياتنا بنستنى لهي اللحظة اللي إحنا نرجع للمدرسة ونبدأ سنة دراسية جديدة. بالرغم من البلبلة اللي كانت، وأنا متأسف جدا على البلبلة اللي كانت، يمكن ما حدا هين عليه تكون هاي البلبلة، إنه يوزعوا مناشير وفي إضراب وفي سيارة بتدور في الحارة بتقول إنه في إضراب، مع إنه ما فيش أي سبب للإضراب. فأنا مبسوط كثير اللي أنتوا يعني بالرغم من البلبلة اللي كانت والإعلان اللي كان إنه وصلنا على المدرسة. أنا شايف إنه قسم كبير وصل، بتأمل إنه الإعداد ما وصلوش يكونوا في الطريق ويجوا على المدرسة ونبدأ السنة الدراسية الجديدة مع بعض بشكل مرتب وبشكل منيح. طب ثاني اسمع معي صوت النيكو من هو. أهلا مدرسة دال كان في لقاء مطول ساعة متأخرة امبارح بين وبين لجنة أولياء الأمور، وكان في اتصالات بين وبين وزارة المعارف، وكان في اتصالات بين وزارة المعارف ولجنة الأهالي. حاولت كل الطرق إنه بدون المس بالدعاءات. أنا أتفق مع لجنة الأهالي إنه الوضع في مدرسة دال لا يطاق بدون اتهام أحد. أنا ما بتهم أطراف من مسؤول ومن ما فيش اتهامات، ولكن في خلاف جدي في داخل الطواقم مع المدير والطواقم التعليمية، من المسؤول عن هذا الخلاف؟ كل واحد شو دوره؟ احنا أنا بديش أتطرق الموضوع، فيش عندي الآلية اللي أعرف، ولكن الوضع لا يطاق. صار حوالي سنة وضع كله بنعكس سلبا على طلابنا وأبنائنا وبهمنا وعملهم. وكان في اتصالات ورسائل واجتماعات مع المدير ومع لجنة الأهالي ومع وزارة المعارف ومع بعض كنا كمان، وحذرنا بأنه استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مضاعفات أسوأ من الوضع اللي كان السنة الماضية. ولكن يعني امبارح بشرنا بشرة غير سارة إنه الأهالي أعلنوا الإضراب المفتوح دائماً. كان في اتصال مع وزارة المعارف، كان في حديث مع لجنة الأهالي، وكان المفروض إنه يكون في اتصال معي من وزارة المعارف شو وصلوا، بما إنه ما خبرنيش. أنا في الليل اجتمعت مع لجنة الأهالي مع قسم منها لأنه في اثنين مش موجودين، لأنه خمس أعضاء، فحاولت كل الطرق ثنيهم عن هذه الخطوة. قلنا يا عمي أولا في رسالة من مديرة اللواء أورنا سمحون إنه بدها تلتقي معهم قريبا، ثانيا في أحد البنود يطالبوا فيها في رسالتها في استجابة، ثالثا قلنا إنه يا عمي مش يعني أنا اقترحت إنه بداية السنة الدراسية على الأقل أحضروا. والخطوات تتخذ فيما بعد، ما تنازلوا عن مطالبكم انه يكون في اجواء نقيه في المدرسه وانه في جو مناخ منيح، هذا احنا كمان مطلبنا. احنا نتفق مع في حد ضرب لا يتفق مع هذا الامر، بس القضيه انه بلاش نيجي نستعمل السلاح الاقوى والاخير في اول يوم، وانه بقولوا انه احنا صرنا سنه نستنى ما استجبناش بناء عليه احنا اضطرينا نتخذ هذا نستعمل هذا السلاح. قلنا لا، يعني دائما في امكان الواحد ياخذ شيء تدريجي مش مره واحده. صار في حديث طويل، المهم انه يعني كان بده يتشاور مع اعضاء اللجنه اللي مش موجودين. انا مش احكي لكم شو الاراء اللي داخل اللجنه، هاي شيء داخلي، ولكن في استعداد لفحص الامور. يعني ما لو الباب لم يغلق بناتنا، وكمان بيكون الباب مع وزارة المعارف مفتوح، انه لا يجوز انه مشغل بهاي الوزارة انه ما تلاقي حلول. مفروض تلاقي حلول، احنا كمان مرة ما بدنا نقطع راس حدا ولا بدنا نمس في حدا، ولكن الوضع لا يطاق. المشغل هو وزارة المعارف، احنا ابناء المنوال مش رايحين نسمح ان الوضع يظل معكر بهذا الشكل ويظل في اثار سلبية على الطلاب وعلى الطواقم التعليمية، وحرب يعني حرب شاملة. فوزارة المعارف بصفتها المشغل بصفتها صاحبة الصلاحيات ما بدها تكون مش غادر، يعني كمان الكلام هذا غير مقبول. لازم يتخذوا إجراءات لازمة، كمان مرة بعرف شو الإجراءات أنا بس، ولكن هم المشغل لازم يتخذوا إجراءات. من جهة ثانية أنا كمان بتوجه للجنة الأهالي إنه خلي القنوات التواصل معنا على الأقل ومع وزارة المعارف مفتوحة، نشوف مع بعض يعني بدون أن نتنازلوا عن مطلبهم اللي هو مطلب عادي. اما الوسيله لتحقيق المطالب ممكن يصير فيها على نقاش، النقاش انه انا قلت وبقول انه اول يوم ما كانش لازم يكون في اضراب،
ويبدو يكون في إضرار، ما يكونش إضرار مفتوح من الخطوة الأولى كخطوة، هذا يكون خطوة أخيرة في حالة استحال حل المشكلة. وإذا بده يكون في احتجاج يكون تدريج في ألف طريقة للاحتجاج، وإحنا مع المطلب، يعني إحنا مش معارضين المطلب. أنا متفق على إنه لا يجوز السكوت على الوضع القائم. السؤال كيف إحنا بدنا نحكي؟ هل نضرب نشل المدرسة من أول يوم، ولا إنه نأخذ خطوات تصعيدية شوي شوي بالتفاهم؟ وكمان حتى تطاع أطلب المستطاع، يعني ما بصير تيجي تطلب شغلات من وزارة المعارف اللي مديرة اللواء بتقول لك أنا غير قادر، أنا غير قادر على اتخاذها، ما عندي الصلاحية. إذا هي غير قادرة بالفعل، فشوف يعني كيف إحنا نطلب منه شو بتقدرش عليه؟ يعني يفرض إنه بتتخذ إجراء اللي هي غير قانوني، بروح الطرف المعني على المحكمة بكسر كلمتها ونرجع لنقطة البداية. عشان هيك بده يكون دائما اتصال وتواصل، نفهم بالضبط شو اللي عم بيصير، ونفهم من وزارة المعارف شو هي ناوي تتخذ وشو الجدول الزمني، وبناء عليه نبني يعني احنا مع اللجنة نبني الخطوات اللي لازم نطلبها. اما الاضراب الشامل من اول يوم، انا برايي انه هذا متسرع، ومع انه خلفيته واضحة كان لازم يكون شيء تدريجي. وكمان مرة يعني في نهاية الامر بدنا نتفاهم مع بعض، يعني ما فيش طريقة. يعني اليوم كان في غياب 40% من المدرسة، 40% وصلت المعطيات انه حسب قبل 10 دقائق 72% من الطلاب وصلوا، يعني 28% برضو هاي كميه لا يستهان بها. نعم كمان 1% وهذول. نعم. شو الحل يعني اذا بدهم يكملوا بكره، شو الحل؟ كمان مره ذكرت احنا حتى ساعه متاخره حكينا، وكان في اصغاء لبعض، يعني صحيح انه في ثقه كامله انه احنا عم نبحث عن حل اللي هو متفقين عليه. باب مفتوح. انا كمان مره بدي اكون طبعا بنكون على اتصال مع لجنه الاولياء انه نلاقي حلول اللي مات مثل اي طالب. كمان 1% احنا بنلاقيه كثير، ممنوع اي طالب يتضرر بسبب خلافات داخل المدرسه او اجواء او مناخ غير صحيح، لانه كله بنعكس على طلابنا في نهايه الامر. المعلمين والمدير واحنا كلنا جينا لوظيفنا على اساس نخدم الطلاب مش نخدم انفسنا. بدون شك انه 28 كمان كثير، بس كمان 28 تنساش انه في تغيبات مرات بتكون اللي هي تغيبات عادية، كيف بقول في عنا نسبة معينة من كل المدارس، سيفحص كل المدارس تلاقي نسبة معينة متغيبين لأسباب مختلفة، تعلق في الأهل، تعلق في الطلاب، تعلق في أمراض، تعلق يعني تغيبات موجودة. فعمليا الإضراب ليس شاملا، احنا مناش نتعلمات لحدا. فعشان هيك انه حتى لو بيكون في مرحلة معينة إضراب شامل، لازم يكون أمور الخطوة الأخيرة والتصعيدي. واحنا راح نستمر اليوم في العمل على انه نثني اللجنه باتفاق معها طبعا، بدون مس بكرامتهم ولا بمواقفهم، انه نلاقي حلول انه ما نمس في الطلاب. في نهايه المطاف اهم شيء ما نمس في الطلاب. والهدف انه كمان مره ننقل الاجواء في المدرسه اللي كانت في فتره معينه كان يحتذى بها، ونتامل انه نرجعها على مدرسه تشكل قدوه لباقي المدارس.